اسمه لايف بروتينز. باب يا جماعه، باب باب باب. اسمعوني كده، اسمعوني. في سؤال بيجي كل سنه، سؤال بيجي كل سنه، سؤال شورت نوت يعني. اسمه دايناميك ستيت اوف، دايناميك ستيت اوف. اكتب لي بقى اي حاجه. مره جاب الدايناميك ستيت اوف الكوليسترول، مره دايناميك ستيت اوف مش عارف ايه، مره دايناميك ستيت اوف فاتي اسيد. هو اصلا يعني ايه دايناميك ستيت؟ يعني ايه دايناميك ستيت؟ معناها كلمتين، معناها انابوليزم وكاتابوليزم، بيساوي كلمه الميتابوليزم اوف الماده اللي هو كاتبها دي. لما يجي يقول لي دايناميك ستيت اوف اللايبوبروتينز، يعني بيقول لي بصنعهم ازاي وبكسرهم ازاي. انت متخيل؟ لما يجي يقول لي دايناميك ستيت اوف الكيتون بودي، يعني هو عايز الكيتوجينيسيس والكيتوليسيس الاثنين، المعادلات الكيميائيه، مش عايز حاجه ثانيه. لسه انا اللي فاتت تقريبا اول اللي قبليها دايناميك ستيت اوف الكوليسترول، عايزني اصنع كوليسترول واكسره. طب احنا خدنا التصنيع بتاع الكوليسترول، خدنا التكسير، ما خدناش تكسير. هجيب له تكسير منين؟ يجيب له تكسير منين؟ من هنا، من النهارده. الموضوع اسمه لايبوبروتينز. السؤال السنه دي احتمال كبير ما عادش فاضل يا جماعه ولا سؤال اسمه دايناميك ستيت في الليبت، ما جاش غير السؤال ده، دايناميك ستيت اوف اللايبوبروتينز، او دايناميك ستيت اوف حاجه اسمها الكايلومايكرونز، لان السؤال ده سؤال كبير. كايلومايكرونز، خد بالك انا قلت الكلمه دي الحصه اللي فاتت. اللايبوبروتينز ما كانش موجود زمان. دكتور محمد سامي اول دكتور في الزقازيق يحط لنا موضوع اسمه لايبوبروتينز. دايما كان الليبيد بيخلص عند موضوع اسمه الكوليسترول، بعد الكوليسترول على طول بيقوم داخل على موضوع اسمه الليكوزانويد. زود بقى هو السنه اللي فاتت في الكتاب لما نزله موضوع اسمه لايبوبروتينز، ميتابوليزم اوف اللايبوبروتينز. دايناميك ستيت دي خلي بالك منها، خلي بالك من دي. بص بقى معايا، ايه دايناميك ستيت اوف اللايبوبروتينز؟ انا عايزك تنسى كل حاجه وتركز في الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي. بيقول لي بص دلوقتي انا عندي لايبوبروتينز خمس حاجات، ال HDL وال LDL وال IDL وال VLDL والكايرومايكروز. هبدا كلامي دلوقتي بالكايرومايكروز. احنا قلنا المره اللي فاتت يا جماعه اصغر واحد في الكثافه هو اكبر واحد في الحجم، واصغر واحد في الكثافه اللي هو اكبر واحد في الحجم كان اسمه الكايرومايكروز، ده اللي قلناه المره اللي فاتت. انا كده الكايرومايكروز، عايزين نعرف يا جماعه الكايرومايكروز انا بصنعه ازاي، وبعد ما بصنعه هكسره ازاي، ولو حصل ديفكت في اي انزيم من الانزيمات اللي هتكلم فيها دلوقتي هيحصل لي مرض اسمه اللي هو في جدول قلت لكم المره اللي فاتت، جدول كبير فيه 8 امراض اسمه هايبر لايبوبروتينيميا، زياده اللايبوبروتين في الدم. المرض اسمه ايه وديفكت في انزيم اسمه ايه وايه الاعراض بتاعت المرض؟ زي ما خدت الاربعه الحصه اللي فاتت دول 8 بقى، وكلهم لهم علاقه باللايبوبروتين. فركز معايا عشان موضوع الجدول يبقى سهل وموضوع اللايبوبروتينز يبقى سهل. بص بقى، قال لك بدايه كده الكايرومايكروز بيتصنع فين؟ قلنا المره اللي فاتت كلمتين على الكايرومايكروز، اسمعهم كده. قال الكايرومايكروز اول حاجه واكبر مركب في الحجم واصغرهم في الكثافه. فقلنا ليه اكبرهم في الحجم؟ قال لي اكبرهم في الحجم عشان خاطر جواه تراي اسايل جليسترول كتير. قال لي ده بنسبه 90% من وزنه عباره عن تراي اسايل جليسترول. ماشي. تاني كلمه، انا بتقول يا جماعه انتوا كلكم عارفين يعني ايه لايبوبروتين زي ما قلنا المره اللي فاتت. لايبوبروتينز يعني في ليبت جوه هنا وبره، في طبقه من البروتين حاجه اسمها الابو لايبوبروتين. الابو لايبوبروتين اللي موجود في الكايرومايكرون اهو اسمه الابو بي 48. ابو بي 48 يعني ايه 48؟ يعني ايه بي؟ قلنا يا جماعه البروتينز اللي اسمهم الابو لايبوبروتينز قسمناهم A و B و C و D و E، من A لحد E، وكل واحد من دول له انواع. A في منه A1 وفي منه A2، C في منه C1 وC2 وC3 وهكذا. كلهم مرقمينهم A A1 و2، B او سوري C 1 و2 و3، والA نفس الكلام. الوحيد اللي له رقم مختلف هو البي. ما قلناش B1 و2 و3، قلنا بي 48 وبي 100. ليه 48 وبي 100؟ كانت في معلومه كده قلناها السنه اللي فاتت، هشرحها لكم السنه دي بالتفصيل، بس لحد ما ناخدها في عندي حاجه اسمها بي 48. خلاص؟ بصوا لي بقى. اولا الكايلو مايكرون بيتصنع فين؟ ادي الكايلو مايكرون بيتصنع في الانتستين. ليه يا دكتور؟ اصل الدهون اللي انا اكلتها حصلها ديجيشن وكونت حاجه اسمها الكايلو.
تصنيع الكايلو مايكرونز احنا خدناها قبل كده لما كنا بنتكلم في الدايجيشن في اول حاجه خالص اول درس خدناه في الليل. انا هقول الدايجيشن اللي هي كانت اصعب حصه او اصعب جزء في الدايجيشن كانت حاجه كده اسمها الكايلو مايكرون سينثيسيس او حاجه اسمها الميسل لو انتوا فاكرين. بصوا معايا كده الكلام ده يا جماعه كلام من حصه الدايجيشن بس انا لازم اقوله هنا عشان انا محتاجه هنا. كان المفروض ان دي الاستمك. قلنا الانسان ده او الراجل ده كل دهون كل فات. الفات نزل عباره عن حته عامله كده بسميها الفات جلوبيول حته فات كبيره. عشان الفات ده يتهضم ما بيتهضمش في الاستمك بينزل على الانتستين. في الانتستين يا جماعه عشان يتهضم لازم يجي له حاجه اسمها اول حاجه خالص اول خطوه في الدايجيشن بتاع الدهون حاجه اسمها البايل اسيد والبايل سولت. قلنا يا جماعه ليه البايل اسيد والبايل سولت؟ عشان في كلمه اسمها ايمالسيفيكيشن يعني استحلال. باخد الحته الكبيره دي واكسرها لحتت صغيره بالشكل ده كده بس مازال ده ما اسموش هضم ده اسمه ايمالسيفيكيشن. بس من غير الخطوه دي انا مش هعرف اعمل دايجيشن للدهون. كانت اول خطوه هي خطوه الايمالسيفيكيشن بالبايل اسيد والبايل سولت. وبعد كده اشتغل بعض الانزيمات كان في حاجه اسمها بنكرياتيك لايبيز ومش عارف حاجه اسمها بنكرياتيك فوسفولايبيز وشويه انزيمات كده والكوليسترول استريز حاجات كده خدناهم مش مشكله دلوقتي. المهم كانت ناتج التكسير بتاعي ناتج الدايجيشن ايه؟ ناتج الدايجيشن يا جماعه هنجيبه من الاكل اللي انت اكلته. هو انت كنت اكلت ايه اصلا؟ انا اكلت تراي اسايد جاسترو. هذا التراي اسايد جاسترو ركز بقى معايا كده. هنا كده في فاتي اسيد وهنا في فاتي اسيد وهنا في فاتي اسيد ده التراي اسايد جاسترو. وكان عندي كوليسترول ماسك بفاتي اسيد تاني عن طريق بوند اسمها ايستر بوند وسميت دي او سميت ده كوليسترول ايستر. اهم دول المركبين اللي انا عايز اتكلم عليهم. طبعا في شويه فوسفوليبيد سيبك منهم. هعمل ايه؟ قال هيبدا الانزيم يشتغل زي ما قلنا كان انزيم اسمه بنكرياتيك لايبيز. قلنا اي لايبيز في الدنيا وظيفته اي لايبيز في الدنيا وظيفته بيكسر الفاتي اسيد اللي في كربونه واحد وكربونه ثلاثه وما يعرفش يكسر ده. فكان الناتج بتاعي ايه؟ كان بيطلع لي 2 فاتي اسيد اهم الناتج بتاع الدايجيشن فاتي اسيد زائد اللي فاضل ده اسمه ايه؟ عباره عن جليسترول وفاتي اسيد واحد وسميته مونو اسايل جليسترول زائد هنجيب انزيم يكسر البوند بتاعت الكوليسترول اللي ماسكه في الفاتي اسيد كوليسترول استريز انزيم ويكون لي كوليسترول لوحده وفاتي اسيد فاتي اسيد مكتوب. ناتج الدايجيشن يا جماعه كمان كان المفروض لما باكل الدهون كان فيها فيتامين اللي هو كان اسمه الفات سوليبل فيتامين لان الفيتامين نوعين زي ما انتم فاكرين ووتر سوليبل وفات سوليبل. عشان اجيب الفات سوليبل لازم اكون واكل الدهون. فقال لي كمان نتيجه الدايجيشن هيطلع لي الفات سوليبل فيتامين. كل دول هم نتيجه الدايجيشن بتاعي. كان المفروض يا جماعه بيقول لي هناك برضه نتيجه الدايجيشن لو انتم مش فاكرين كان بيقول لي ان كان عندي حاجه اسمها شورت تشين فاتي اسيد بس ده كان ووتر سوليبل. كان بيقول لي الجليسترول بس ده برضه كان ووتر سوليبل فما كانش مشكله بالنسبه لي. المشكله بالنسبه لي يا جماعه دول ليه دول؟ اصل دول فات سوليبل موجودين فين دلوقتي؟ دول كده موجودين في الليومن بتاع الانتستين. يعني دكتور ده كده اهو ده الليومن بتاع الانتستين بتاعي. انا عملت دايجيشن ومشكلتي دلوقتي في الابزوربشن. مشكلتي في الابزوربشن. كل دول عباره عن فات سوليبل. يعني ايه دكتور فات سوليبل؟ يعني عشان يدخل الانتستين هنا دي الخليه بتاع الانتستين براش بوردر اهي ودي الخليه وهنا عندي كده بلاد بس اللي انا عايز اعمل فيه ابزوربشن. فبيقول عشان ده يعدي ويدخل جوه الخليه لازم يكون ووتر سوليبل وعشان يعدي من الخليه ويروح للدم لازم برضو يكون ووتر سوليبل. فكان ايه الحل؟ الحل مش اللايبوبروتينز لسه ما وصلناش لمرحله اللايبوبروتينز. الحل يا جماعه كان يجي لي ماده اسمها البايل سولت تاني. البايل سولت تاني البايل سولت بتعمل حاجتين كانوا ثلاث حاجات هناك بس دلوقتي انا عايز كلمتين. الاولى كانت بتساعد في عمليه الدايجيشن والثانيه بتساعد في عمليه الابزوربشن. كنا بنقول يا جماعه اللي بيحصل ايه؟ بيجي البايل سولت يقوم يحوط المركبات دي كلها على بعض كده بطبقه من البايل سولت. وسميت المركب ده كله على بعضه بكلمه اسمها الميسل. فاكرين الميسل؟ ميسل اهو الميسل بقى ده كله كده اللي هو عباره عن المركب اللي اسمه البايل سولت وجوه المركبات الفات سوليبل يعدي من اليومن ويدخل جوه الخليه. بقى جوه الخليه هنا عندي مين؟ هنا كده عندي ميسل. انا الكلمتين اللي قلتهم تاني قلت بعد ما عملت دايجيشن طلع لي نتيجه الدايجيشن نتيجه الهضم المركبات دي فاتي اسيد لونج تشين وده ووتر انسوليبل مونو اسيد جليسرول وكوليسترول وبعض الفات سوليبل فيتامينز دول كده ما بيدوبوش في الميه بس انا عايز اعمل لهم ابزوربشن. ف
فقال لي الحل حوطهم بطبقه من الفايروس صوت، لسه ما فيش ابو رايبو بروتين، ما عنديش في التست الابو رايبو بروتين ينفع اعمل فيه كده. فقال لي حوطهم بطبقه من الفايروس صوت وكون ماده اسمها الميسل. الميسل دي تدخل جوه الخليه، همسح الكلام ده وهرسم الخليه بتاعتي وجواها الميسل. بص كده، احنا قلنا يا جماعه كنا بنتكلم في الحته دي، قلنا انا لسه عامل دايجيشن ولسه مكسر التراي اسال كريستو، لما عملت له ابزوربشن هعمل ايه؟ قال لي بص يا دكتور، ادي الخليه بتاعتنا اهي، ادي الخليه اهي، وادي البراش بوردر بتاع الانتستين، وهنا كده بقى عندي ماده اسمها اهو، ده البايل سولت، ده البايل سولت محوطه مين؟ الفاتي اسيد، المون اسايل جليسرول وكوليسترول والفات سوليبل فيتامين. على فكره انا مش عايز الفات سوليبل فيتامين في حاجه، لانه مش كلامنا النهارده. وهنا عندي مين؟ هنا كده عندي البلاد فيسل بتاعي. انا دلوقتي عايز اعمل ابزوربشن. انت بدات الابزوربشن الاول عن طريق الميسل لما دخلته من اليومن جوه الخليه، ادي خطوه. الخطوه الثانيه بقى انا عايز اخد المركبات دي كلها واوديها الدم، عشان كده عملت ابزوربشن. قال لي بقى بص ايه اللي هيحصل. خلي بالك ان لسه من شويه كنت مكسر التراي اسال جليسترول والكوليسترول استر ومكون المركبات دي. قال لي جوه الانتستين ايه اللي هيحصل؟ هرجع اكون التراي اسال جليسترول تاني، وهرجع اكون الكوليسترول استر تاني. كان ازاي؟ ازاي؟ باختصار شديد بقى، بجيب الفاتي اسيد ده وامسكه مع المونو اسال جليسترول. بس انا دلوقتي عرفت عشان امسك فاتي اسيد مع مونو اسال جليسترول لازم اكتف الفاتي اسيد. خطوه الاكتيفيشن، خطوه الاكتيفيشن بقى قديمه. كنت بعمل ايه يا جماعه؟ بجيب الفاتي اسيد افتكر معايا كده وادخل له كواش واطلع ميه بنزين اسمه اكتيفيشن، اكتيفيشن بنزين اسمه الثايو كاينيز او اسمه الاسايل وايه سينثيتيز. سينثيتيز كان بيحتاج طاقه. قلت المركب ده يا جماعه فاكرين لما قلت ده اول تفاعل بناخده في البايو بيدخل ماده اسمها الاي تي بي وبتخرج اي ام بي. اول مره اقول بيخرج اي ام بي، كل مره بقول اي دي بي اي دي بي. كان اول تفاعل خدناه بيحصل اكتيفيشن، والاكتيفيشن كان بيحصل في السيتوبلازم ولا الميتوكوندريا؟ كان بيحصل في السيتوبلازم. عندنا امتحان يوم الخميس مش كده؟ ماشي. اسايل اسايل كوين. المهم يا جماعه النهارده انا مش محتاج الخطوه دي، بس انا حبيت افكركم بيها. بصوا لي بقى، بصوا لي انت عملت ايه؟ اكتفت الفاتي اسيد، اكتفت الفاتي اسيد. لما اكتفنا الفاتي اسيد بقى عندي الفاتي اسيد في صوره اسايل كوين. مسك الفاتي اسيد الاولاني مع مونو اسايل كوليسترول وكون مونو، اديته فاتي اسيد بقى داي اسايل، وكمان واحد واسميه تراي اسايل كوليسترول. يعني يا دكتور؟ يعني دلوقتي دول كده خلاص شلتهم وكونت ماده اسمها تراي اسايل كوليسترول. خلاص دول كده خلص. الدور اللي بعديه الكوليسترول، هات الكوليسترول واديله فاتي اسيد وكون حاجه اسمها كوليسترول استر. ما دول يا جماعه اللي احنا كنا لسه دلوقتي في اليومن عامل لهم دايجيشن. كان عندي كوليسترول استر كسرت الكوليسترول والفاتي اسيد، كان عندي تراي اسال جليسترول كسرت الفاتي اسيد ومونو اسال جليسترول. لما عملت ابزوربشن عن طريق الميسل رجعت كملتهم جوه تاني. البايل صوت طبعا انا ما كنتش عايزها فبرجعها تاني لمكانها. مكانها كان فين؟ كان في الانتستين. يرجع الانتستين ومن الانتستين يرجع الليفر عن طريق السايكل اللي سميناها زمان انتيرو انتيرو هيباتيك سايكل. يعني يا دكتور ملخص الكلام اللي انت عايز تقوله ايه؟ اسمع كده ملخص الكلام. انسى ده. بيقول لي بعد ما عملت دايجيشن وطلعت المواد اللي كانت بتدوب في الدهون وكانت ووتر انسولين اللي هم الفاتي اسيد والمونو اسايل كوليسترول والكوليسترول كفايه دول، عملنا ايه؟ دخلتهم جوه الانتستين. لما دخلتهم جوه الانتستين جبت الفاتي اسيد اكتفته ومسكته مع المونو اسايل كوليسترول وكونت ماده اسمها تراي اسايل كوليسترول. مش بس كده، جبت الكوليسترول مسكته مع فاتي اسيد وكونت حاجه اسمها كوليسترول اسيد. خلاص كده؟ عايز اعمل ايه في دول؟ عايز اعدي دول من الانتستين من الانتستينال سيلز الى البلد. نرجع نسال نفس السؤال، هو ده بيدوب في الميه؟ لا. ده بيدوب في الميه؟ لا. ايه الحل؟ الحل اطوقهم او احوطهم بطبقه من البروتين. المره دي بقى انا عندي البروتين. هجيب طبقه من البروتين، طبقه من البروتين واحوط المركب بتاعي كده. بحيث يكون المركب كله على بعضه، الجزء اللي بره ده هو اللي ووتر سوليبل، والجزء اللي جوه اللي انا بسميه الكور، الكور ده الفات سوليبل. مش مشكله بقى، ما دام الكور فات سوليبل واللي بره ووتر سوليبل فسهل ان هو يدوب في الميه. ولا ايه؟ بس بص لي بقى كده عشان نخلص من حته اللايف بروتين دي عشان ايه؟ طولت قوي كده. بيقول لي الكور، الكور
بيكون تراي اسايل جليسترول وكوليسترول استر لازم يكون استر. بيقول الاول بحوطه بطبقه من الكوليسترول، اسمعني كده، الاول في طبقه كوليسترول وبعد طبقه الكوليسترول في طبقه ثانيه من الفوسفوليبيد، من الفوسفوليبيد اهي، والطبقه الثالثه هي طبقه اللايبوبروتينز او الابو بروتينز او المركب ده كله على بعضه بقى دلوقتي بقى اسمه لايبوبروتين، ودلوقتي بقى اسمه الكاريومايكرو. ده تصنيع الكاريومايكرو. تاني بقى كده تصنيع الكاريومايكرو بصوره الكلام ده اللي انت هتكتبه، اللي انت هتكتبه، انت فهمت كده؟ بص لي بقى بقول له ايه افتر الدايجيشن، بعد الدايجيشن بتاع الفات الناتج بتاعي هيكون مونو اسايل جليسرول لونج تشين فاتي اسيد كوليسترول، كل دول بيحصل لهم ابزوربشن تو انتستينال سيلز ان فورم اوف بصوره حاجه اسمها ميسل. وطبعا انت عارف يعني ايه ميسل. الخطوه اللي بعديها البايل سولت اللي كانت موجوده في الميسل بيحصل لها ري ابزوربشن وترجع للانتستين تاني، بترجع مكانها، ماليش دعوه بيه. اللي فاضل لي الفاتي اسيد والكوليسترول والمونو اسايل جليسرول. فاتي اسيد از اكتيفيتد، بكتبه وامسكه مع المونو اسايل جليسترول واكون حاجه اسمها تراي اسايل جليسترول. كوليسترول بيمسك مع الفاتي اسيد واكون حاجه اسمها كوليسترول استر. وبعدين المادتين دول بيتحوطوا بطبقه، اول طبقه يا جماعه الكوليسترول، هو الكوليسترول بيدوب في الميه؟ لا. الفوسفوليبيد بيدوب في الميه؟ فوسفوليبيد بيدوب في الميه؟ فوسفوليبيد امفيباثيك، يعني امفيباثيك فوسفوليبيد امفيباثيك، في جزء منها بيدوب وجزء ما بيدوبش، سيل ميمبرين، سيل ميمبرين اللي بره بيدوب واللي جوه بيدوب، هيدروفيليك وهيدروفيليك، اللي في النص هيدروفوبيك. طبقه من الفوسفوليبيد وبعد كده طبقه من البروتين. خد بالك الكوليسترول الطبقه اللي جوه ما بيدوبش خالص، فوسفوليبيد يعني بروتين بيدوب، عشان بس الترتيب، الاول طبقه من كوليسترول وبعد كده طبقه من الفوسفوليبيد وبعد كده طبقه من البروتين. بيقول لي بقى اسمع بقى من الاول هنا الكلام المهم، بيقول ان طبقه اللايبوبروتين دي او طبقه الابوبروتين اسمها ايه يا دكتور؟ قال لي مش انت في الانتستين وصنعت ماده اسمها الكايلو مايكرون، يبقى الابوبروتين بتاعنا كام؟ هو بي، بي كام؟ بي 48، بي 48 خاص بالكايلو مايكرون بس، مش هلاقي حاجه ثانيه، يعني مش هلاقي حاجه اسمها ابو لايبوبروتين سي، مش هلاقي دي، مش هلاقي ايه، مش هلاقي اي حاجه غير ابو لايبوبروتين بي 48. فين؟ لسه مصنعه دلوقتي في الانتستين. الناس معايا ولا حد فصل مني؟ يبقى يا جماعه انا لحد دلوقتي بتكلم في تصنيع الكايرو مايكروز، لسه لحد دلوقتي جوه الخليه اسمها الانتستين، لسه ما خرجتش من الانتستين. صنعت المركب اهو، خلي بالك المركب ده هو اكبر مركب في الحجم، التراي اسايل جليسترول نسبته 90%. نسبته 90%، يهمني الاسم ده كويس، ويهمني ان الابو لايبوبروتين اللي موجود هو بي 48. خلاص كده الناس كلها معايا؟ نعدي النقطه اللي بعديها. خرجنا من الموضوع ده بايه؟ قبل ما اعدي النقطه اللي بعديها اللي قدامنا ده، بدات بميسل، بميسل عشان خاطر الابزوربشن، خرجت من ميسل من اليومن عديته على الانتستينال سيلز في الخليه، رجعت مسكت كل حاجه مع بعضها تاني، مسكت الفاتي اسيد في المونو اسايل وفي الكوليسترول، وكونت التراي اسايل جليسترول والكوليسترول اسيد. بقى عندي المادتين دول فات سوليوم عايز اعديهم من الدم، ما عرفتش اصل هم فات سوليوم، فحوطتهم بثلاث طبقات، الاولى كانت كوليسترول والثانيه كانت فوسفوليبيد والثالثه كانت ابو لايبوبروتين، كان بروتين اسمه بي 48، وكونت ماده اسمها الكايلوبايكو. ده كده بيدوب في الميه، ده كده بيدوب في الميه. يبقى اذا الخطوه اللي بعديها على طول هخرجه من الانتستينال سيلز الى مين؟ الى البلاد. وطبعا ده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ لان الكايلو مايكرون هو اكبر واحد في الحجم. ده ما يدخلش جوه البلاد فيسل. ليه؟ لان البلاد فيسل ده صغير. الدايمتر بتاعه صغير، ما اعرفش ادخله جوه البلاد فيسل. فعشان كده يا جماعه قال لي بلاش يدخل في الدم. امال هدخله فين؟ قال لي احنا سميناه ايه اصلا كايلو؟ كلمه كايلو قلنا جايه من كلمه كايلس اللي هو الليمف، فبيخش جوه الليمف فيسل. الليمف فيسل يا جماعه يبقى اكبر شويه من البلاد فيسل، فسهل ان المركب ده كده هيعدي على الليمف فيسل. دلوقتي الكايرو مايكرو بتاعي موجود في الليمف فيسل، ماشي في الليمفاتيك، يمشي لحد ما يوصل في الاخر للهارت، يدخل في الرايت تراي اسايل جليسترول. ده نسبة التراي اسايل جليسترول، وزن الكايرو مايكرون ده حجمه 90% منه تراي اسايل جليسترول، و90%
والباقي موزع على بقيه الحاجات دي. معايا هاني؟ معايا هاني؟ بيقول خرج الكايلو مايكرون، اسمعني، خرج الكايلو مايكرون من انتستين على الليمف، ومن الليمف وصل للقلب. بصوا لي بقى كده، بصوا لي، هذا القلب اهو. نزل فين؟ نزل في الرايت اتريوم. خلاص؟ في مشكلة؟ أنا كنت في الليمف، بس أنا عايز أروح الدم. الليمف مصيره زي كل الفينز هيصب في القلب. صب هنا في القلب ونزل من القلب على الفنتريك، ومن الفنتريكل راح لللنج ورجع على الليفت اتريوم والليفت فنتريكل، وبعد كده خرج من الأورطة. نفترض الأورطة موجودة هنا. خرج من الأورطة، طب دكتور بتقول لي ده ما دخلش جوه بلاد فيسل، دلوقتي ده بدخله جوه الأورطة. ما الأورطة حجمه كبير، الدايمتر بتاعه كبير، إنما اللي فات كان البورتال فين؟ كان البورتال، والبورتال ما هوش حجمه مش زي حجم الأورطة. دلوقتي بقى عندي كايلو مايكرون في الدم. أنا كده صنعت الكايلو مايكرون ورميته في الدم. ده كده أول حاجة، ده أول حاجة في حاجة اسمها دايناميك ستيت، ده الأنابوليزم. إزاي صنعت الكايلو مايكرون؟ لحد دلوقتي، لحد اللحظة دي، أنا عندي كام أبو لايبو بروتين؟ كام بروتين موجود حوالين الكايلو مايكرون؟ هو واحد بس، اسمه أبو بي 48. في مشكلة؟ هل أنا لحد دلوقتي ضفت أي بروتين تاني؟ لا. هنبدأ نضيف دلوقتي. أضيف فين؟ وأنا موجود في الدم بعد ما خرجت من الأورطة وبدأت أمشي. هقابل حد. الحد ده هو اللي هيديني بقية الأبو لايبو بروتين اللي هما الاتنين اللي فاضلين. خلي بالك معايا، كل واحد من دول له وظيفة، غير ان هو بيخلي المركب بتاعي ووتر سوليوبل. له وظيفة غير الووتر سوليوبل. الووتر سوليوبل دي حاجة بديهية. 48 وظيفته ايه؟ اللي هضيفهم دلوقتي وظيفتهم ايه؟ اللي فات واصل، ندخل في اللي بعديه. مش عايزين نعدي اللي قلناه واحنا مش فاهمينه، عشان اللي هتدخل في اللي بعديه مش هتفهم حاجة خالص. حد واقفة معاه حاجة من اللي فات؟ أكيد. يبقى احنا يا جماعة وصلنا ان انا خرجت من الانتستين على الليمف، ومن الليمف وصلت للقلب، في القلب خرجت على الدم. انا دلوقتي ماشي في الدم، بيقول لي بقى بص في الدم ايه اللي هيحصل. قال لي في الدم في مركب اسمه الاتش دي ال، اسمه اتش دي ال. هنمسح دول كده وهنرسم الكايلو مايكرون اهو. دي طبقه البروتين اللي اسمه هنا ابو بي 48، وهنا تراي اسايل كوليسترول، كوليسترول ايستر، ومتحوط بثلاث طبقات. دي طبقه منهم. الطبقه اللي بعديها من بره لجوه اهو، دي كده اسمها فوسفو ليمت. والطبقه الداخليه خالص طبقه من الكوليسترول. ده الكايلو مايكرون. بص لي بقى، بيقول لي وقت ما تمشي في الدم، دي قاعده خدها عشان بقيه الايه، بقيه اللايبو بروتين. بيقول لي الاتش دي ال، الاتش دي ال ماشي في الدم. لما الاتش دي ال يكون ماشي في الدم ولاقي اي واحد من بقيه اللايبو بروتينز، يلاقي الدي ال دي ال، يلاقي المركب اللي اسمه الكايلو مايكرون، اي واحد من دول موجود بيدي بروتينز. مين في البروتينز بيديها له؟ بيدي له حاجه اسمها ابو سي 2 وابو اي. الاثنين دول ثابتين. الاتش دي ال بيدي ايه؟ بيدي الاثنين دول لاي حد. الاتش دي ال يا جماعه معلومه كده اسمعها وارميها دلوقتي، الاتش دي ال مليان بروتينات. الاتش دي ال هو اكتر مركب في الخمسه لايبو بروتينز بيحتوي على بروتين. خلاص؟ بيعمل ايه في البروتينز دول؟ جزء منهم بيدي لبقيه اللايبو بروتينز، والجزء الثاني بتاعه هو ما بيدوش لحد. اللي بيديهم اللايبو بروتينز هم الاثنين دول، سي 2 واي. سي 2 واي. دلوقتي انا ماشي في الدم، يقول لي يبدا يحصل موديفيكيشن. يعني ايه موديفيكيشن؟ يعني تغيير للكايلو مايكرون. هو كان شكله عامل كده، بيقول لي هو ماشي في الدم يجي لي مركب اسمه الاتش دي ال، يقوم يدي له اثنين ابو لايبو بروتين. واحد اسمه ابو لايبو بروتين سي 2، ولازم 2 يا جماعه، وابو لايبو بروتين اي. مصدرهم فين؟ مصدرهم الاتش دي ال. يعني ايه دكتور مصدرهم الاتش دي ال؟ يعني الاثنين دول ليهم وظيفه معينه، هيعملوا الوظيفه دي. لما تخلص الوظيفه هيسيبوا من الكايلو مايكرون ويرجعوا المصدر بتاعهم تاني. سمعت انا قلت ايه؟ الاثنين دول ليهم وظيفه هيعملوها دلوقتي. وقت ما يخلصوا الوظيفه هيقوموا راجعين تاني للاتش دي ال اللي هو المصدر بتاعهم. اسمعني بقى ايه وظيفتهم؟ قال لي وظيفتهم هبداها بوظيفه السي 2. انا دلوقتي ماشي في الدم، مشكله الكايلو مايكرون زي ما قلت من شويه ان حجمه كبير، ده اكبر واحد في الحجم. لما يمشي يا جماعه في الدم بيعمل حاجه اسمها تربيديتي. يعني ايه تربيديتي؟ بيعكر الدم. الدم المفروض ان هو بيمشي بطريقه، بيمشي سموث،
الدم ماشي بطريقه معينه كده، خدتوه في الفسيولوجي ماشي سموث في بلاد فيسل. لما يكون عندي حاجه اسمها كايرو مايكرو، بص لي كده، تخيل معايا ده بلاد فيسل اهو، كايرو مايكرو يا جماعه عامل كده، حجمه كبير، فماشي بالدم بيعمل تربيت، بيبوظ الطريق بتاعه، بيبوظ الطريق اللي ماشي بالدم. فبيقول لي يحصل يوم البروتين اللي اسمه الابو سي 2، اسمع بقى، اول بروتين اهو اللي جبته من اتش دي ال اسمه ابو سي 2، بيعمل وهو ماشي الكايرو مايكرو في اندوثيليوم اهو. الاندوثيليوم ده يا جماعه عن طريق الابو سي 2 بيعمل استيميليشن في الاندوثيليوم، فيطلع لي بروتين او انزيم اسمه، اسمع اهو، لايبو بروتين لايبيز اللي احنا بنقول عليه ال بي ال، اللي هو اخر انزيم اسمه لايبيز هناخده السنه دي. احنا خدنا يا جماعه قبل كده اثنين لايبيز، الاولاني كان اسمه البنكرياتيك لايبيز بتاع الدايجيشن، والثاني كان اسمه هرمون سينستر لايبيز، وده ثالث لايبيز اسمه لايبو بروتين لايبيز. واي لايبيز في الثلاثه بيعمل نفس الوظيفه اللي هي بيجي على التراي اسانجليسترول يكسر فاتي اسيد واحد وفاتي اسيد ثلاثه، وطلع لي اثنين فاتي اسيد لوحدهم وحاجه اسمها المونو اسانجليسترول. المهم اسراء عايزه ايه؟ قولي قولي. وصلنا يا جماعه ان انا دلوقتي ماشي في الدم ومعايا حاجه اسمها الابو سي 2، ده عن طريق الاندوثيليوم، خلايا الاندوثيليوم يخليها تطلع بروتين او انزيم اسمه لايبو بروتين لايبيز. اللايبو بروتين لايبيز ده موجود فين؟ موضوع لوحده، اسمه لايبو بروتين لايبيز موجود فين؟ قال لي موجود في الاندوثيليوم بتاعه الكابيلري بتاع بتاعه البلاد فيسل. انهي تيشو اللي فيه اللايبو بروتين لايبيز؟ قال لي كل التيشوز، اول تيشوز، اي تيشو فيه لايبو بروتين لايبيز. بس قال لي مين لي؟ يعني اهم حاجه الهارت، الاديبوس تيشو، المصل، اي حاجه. المهم يا جماعه قلت تيشوز وخلاص، يعني ايه الهارت والاديبوس تيشو والمصل؟ ما هم كلهم فيهم لايبو بروتين لايبيز. ما تنساش الكلمه دي، مين اللي اكتف اللايبو بروتين لايبيز؟ مين اللي اكتف اللايبو بروتين لايبيز؟ السي 2. جه منين السي 2؟ جه في حاجه اسمها الاتش دي ال، ما كانش موجود في الكايرو مايكرو، كايرو مايكرو كان فيه ده بس. انا دلوقتي اديته اثنين، السي 2 والاي. المهم بدا السي 2 يشتغل، قام راح طلع لي انزيم اسمه لايبو بروتين لايبيز. يعمل ايه بقى اللايبو بروتين لايبيز؟ هو انت وظيفتك ايه؟ وظيفتي لايبيز، بعمل ايه؟ قال لي هروح على التراي اسايل جليسترول اللي موجود فين؟ جوه الكايرو مايكرو، وابدا اكسر التراي اسايل جليسترول ده. بصوا لي بقى، ده كده الكايرو مايكرو يا جماعه. بقول لك ان 90% اهو 90% من وزنه كان عباره عن تراي اسايل جليسترول. انا بدات اكسر التراي اسايل جليسترول دول، ايه اللي يحصل في حجمه؟ ايه السايز؟ السايز يبدا يقل. يعني حجمه كبير 90% تراي اسايل جليسترول، كسرت تراي اسايل جليسترول وهو ماشي في الدم عمال بكسر، فحجمه بيقل 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 لحد ما يوصل للحجم ده. شفت الكايرو مايكرو كان عامل ازاي؟ وصل للحجم عامل ازاي؟ صغر في حجمه. طبعا ما دام صغر في حجمه اخبار كثافته ايه؟ بديهي. احنا قلنا علاقه عكسيه بين الحجم والكثافه، الحجم صغر فالكثافه زادت. سيبك من دي برضه، مش عايز دي. بص ايه بقى اللي هيحصل؟ بيقول بعد ما مشينا في الدم وطلع اللايبو بروتين لايبيز كسر ال 90% بتوع التراي اسايل جليسترول، طول ما هو ماشي في الدم عمال حجمه بيصغر 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 لحد ما نخلص او اكسر كل التراي اسايل جليسترول. كده وظيفتي كابو بروتين اسمه سي 2 خلصت ولا ما خلصتش؟ كده خلاص خلصت. كان وظيفتي اكتف اللايبو بروتين لايبيز اللي هيكسر التراي اسايل جليسترول، خلاص اكتفت وكسرت التراي اسايل جليسترول. ايه اللي يحصل؟ قال لي ساعتها الابو سي 2 دوت هيسيب الكايرو مايكرونز ويرجع لمين؟ ويرجع ل اتش دي ال. يعني ايه يا دكتور؟ بص لي كده، ده كده خلاص رجع ل اتش دي ال. ايه اللي فاضل؟ ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل يا جماعه بصوا لي كده، اللي فاضل الكايرو مايكرونز بس من غير، اولا ما فيهوش ابو سي 2 بس عمل الوظيفه بتاعته وخلص. ايه كانت وظيفته؟ كان وظيفته يكسر التراي اسايل جليسترول، يعني التراي اسايل جليسترول كمان اتكسر. شفت اللي فاضل ده بقى؟ اللي فاضل ده بسميه كلمه خدناها السنه اللي فاتت اسمه الكايلو مايكرون ريمينانت، يعني بقايا الكايلو مايكرون، بقايا الكايلو مايكرون. خلاص انا خلصت، فاضل جمله واحده بس. يبقى يا جماعه في الدم جبت الابو سي 2 ثاني اهو، في الدم جبت الابو سي 2 والابو اي من اتش دي ال. ابو الابو سي 2 كان له وظيفه يشغل انزيم اسمه لايب بروتين لايبيز اللي موجود في الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسل اللي موجود في كل اشتغل لايبو بروتين لايبيز، عمل ايه؟ كسر التراي اسايل جليسترول دي طبعا لفاتي اسيد ومونو اسايل جليسترول. المهم ان هو كسر التراي اسايل جليسترول، بدا الحجم بتاعي يقل وبدات الكثافه تزيد.
لحد ما خلصت تكسير كل التروح السالكة الاسود. ساعتها وظيفتي كأبو سي 2 خلص. فبيسيب الأبو سي 2 ويرجع لمكانه اللي هو الاتش دي ان. المركب اللي فاضل اسمه الكايلو مايكرون ريبول. طبعا حجمه صغير اصغر بكتير من حجم الكايلو مايكرون العادي. كثافته كبيرة اكبر بكتير من كثافة الكايلو مايكرون العادي. اسمه كايلو مايكرون ريبول. اسمعني بقى كده. كايلو مايكرون بيتكون من ايه؟ نوع البروتين اللي موجود جواه. كايلو مايكرون في بي 48 تمشي جواه سي 2 وجواه ايه؟ يمشي. لكن ما يمشيش لما اجي اقول لك الكايلو مايكرون ريمنت بيتكون من ايه؟ وتقول لي جواه ابو سي 2 وايه وبي 48. لا دي غلط. في 48 وايه بس ما فيهوش سي، لان لو كان في سي ما اسموش كايلو مايكرون ريمنت. ماشي كلامكم؟ المهم لحد ما اخلص واكمل حاجه اسمها الكايلو مايكرون ريمنت. اسمعني بقى وظيفتي الايه؟ وظيفتي البي 48 ايه؟ قال لي طب بعدين الكايلو مايكرون ريمنت ده هيروح فين؟ ما هو لسه ما موجودش في الدم. قال لي المصير بتاعه الفيت بتاعه الليفر. هيروح على الليفر. الليفر اهو. اخر كلمه يا جماعه خلاص خلصنا الكايلو مايكرون. هيروح للليفر. ادي الليفر. قال لي هيمسك على ريسبتور موجوده في الليفر. خلاص يا جماعه. بيمسك في ريسبتور موجوده في الليفر. هنا بقى السؤال، هيمسك في ريسبتور موجوده على الليفر ازاي؟ يعني الريسبتور دي هتتعرف على ايه موجوده في الكايرو مايكرون؟ هو ايه اللي فاضل فيه يا جماعه؟ فاضل فيه اثنين من ابو لايبو بروتين. ابو لايبو بروتين بي 48 وده الاساس، وابو لايبو بروتين ايه. الاثنين دول هما اللي هيخلوا الريسبتور دي تعرف ان المركب ده اسمه كايرو مايكرون ريمنت. يمسكوا في الريسبتور الموجوده في الليفر، يعملوا حاجه اسمها ريسبتور كومبلكس، لايبو بروتين ريسبتور كومبلكس. مسكوا في الريسبتور يبدا يحصل حاجه اسمها ايه ده؟ اندوسايتوزيس. يدخل الريسبتور اللي ماسكه مع اللايبو بروتين جوه الليفر. جوه الليفر يا جماعه يطلع انزيم، بيطلع من حاجه اسمها اللايزوزوم، لايزومال انزيم، يكسر المركب ده خالص، الكايلو مايكرون ريمنت ده يتكسر خالص. حد بقى يقول لي هيتكسر ليه؟ هو الكايلو مايكرون ريمنت ده يا جماعه عباره عن ايه؟ اسمعني كده من بره الجو، عباره عن ابو لايبو بروتين. هو مش بروتين؟ لما يتكسر يديني ايه؟ امينو اسيد. عباره عن كوليسترول، هيديني برضه كوليسترول. طبعا كوليسترول الاسطر هيديني كوليسترول بس. عباره عن ده كوليسترول، خلاص ما احنا قلناه. ده مين؟ ده فوسفوليبيد، هيديني فوسفوليبيد. بعد كده بقى كسر الفوسفوليبيد معرفتك. اخر حاجه خالص بروتين تاني، البروتين هيديني برضه امينو اسيد، وعندي كمان فاتي اسيد هيطلع في الاخر. دايناميك ستيت اوف الكايرو مايكروس. اسمح بقى من الاول خالص وفي صوره كلام من غير شرح، هتكتب ايه؟ اول حاجه عنوان كبير اسمه اسمبلي. يعني ايه كلمه اسمبلي؟ اسمبلي يعني تصنيع او تكوين. اسمبلي اند سكريشن، بصنع الكايلو مايكرون وبرميه في الدم ازاي؟ قال لي بعد ما عملت دايجيشن وكونت حاجه اسمها الميسل. بص بقى عشان خاطر نقول الكلام اللي انا عايزه. وكونت حاجه اسمها الميسل، الفاتي اسيد اللي موجود جوه الميسل هيمسك مع الكوليسترول ومع المول وسائل الجلسترول، وكون تراي اسايل جلسترول وكوليسترول اسيد. احوطهم بثلاث طبقات، الاولى كوليسترول والثانيه فوسفوليبيد والثالثه ابو لايبو بروتين بي 48. اسمع الاسم الجديد ده، اسمع المركب ده اللي جواه بي 48 بس بسميه نيسنت كايلو مايكرون. يعني ايه كلمه نيسنت؟ نيسنت ناشئ بدائي، حاجه لسه عاملها دلوقتي، لسه ما حصلوش ماتيوريشن. ده اسمه الكايلو مايكرون او النيسنت كايلو مايكرون. اتصنع فين؟ اتصنع فين؟ في الانتستن. انا لسه موجود في الانتستن. بص بقى، بعد ما صنعت المركب ده وحوطته بثلاث طبقات اهمهم بي 48، كونت حاجه اسمها النيسنت كايلو مايكرون. بدا النيسنت كايلو مايكرون يخرج من الانتستينال سيلز ويروح على الليمف، ومن الليمف على القلب، ومن القلب على الدم. ما زال اسمه نيسنت. في الدم يجي لي الاتش دي ال، يديله اثنين اللي هم السي 2 وابو اي. ده اسمه موديفيكيشن، ده العنوان الثاني، موديفيكيشن اوف كايلو مايكرون. بدل النيسنت للنيسب كايلو مايكرون حاجتين، السي 2 والاي، واسمي المركب كله على بعضه كده كايلو مايكرون. ده الماتيور كايلو مايكرون. عندي ثلاث مصطلحات في الكايلو مايكرون. الكايلو مايكرون اهو ماشي في الدم، يوم الانزيم او الابو لايبو بروتين سي 2 ياكتيف لي انزيم اسمه لايبو بروتين لايبيز. يبدا اللايبو بروتين لايبيز يشتغل ويكسر لي الترايب سايد جلسترول، فيبدا الحجم بتاعي يقل والكثافه تزيد.
لحد ما اخلص الشغل بتاعي كسيتو، يوم السيتو خلصت الشغلانه بتاعتك يرجع تاني للاتش دي ال، واكمل حاجه اسمها كايلو مايكرو نيرمنت. الكايلو مايكرو نيرمنت يروح يمسك في ريسبتور عن طريق بي 48 وعن طريق اي، ويعمل اندوسايتوزس، يدخل يتكسر بانزيمات اسمها لايزوزومال انزيم، ويديني كذا كذا كذا. ده كده الكلمتين. على فكره يا جماعه، انت لو عرفت ان انا عندي ثلاثه امولايبو بروتينز الموضوع خلص. لو عرفت ان عندي حاجه اسمها بي 48 وحاجه اسمها سي 2 وحاجه اسمها ايه، اعرف وظيفه كل واحد من دول. يعني السي 2 كان موجود في الدم، هو اللي كان بيخلي لايبو بروتين لايبيز يشتغل. انت كده عرفت نص الكلام. الثانيه الابو اي والابو بي 48، دول يمسكوا في الريسبتور الموجود على الليفر. ده النص الثاني. طب نقطه بالنسبه لاول حاجه خالص، الاسمبلي والسكريشن، ده اصلا موضوع كان اسمه دايجيشن، خدناه زمان وطبعا مش فاكرينه. خلاص انا كده عندي ثلاث انواع من الكايلو مايكرون، ثلاث انواع. النيسنت كايلو مايكرون اسمه بقى سنت الام سي كيو، النيسنت كايلو مايكرون بيتكون من ابو لايبو بروتين اسمه بي 48 بس. الماتيور كايلو مايكرون بيتكون من ثلاثه، سي 2 واي وابو بي 48. الكايلو مايكرون ريمينانت بيتكون من اثنين، بي 48 و اي. بتفضل موجوده جوه، وبعدين مش كله بيمشي في الدم، هيخرج يمشي في الدم عن طريق ان هو هياخد برضه طبقه من ابو لايبو بروتين اللي موجوده بره حواليه. وبعدين هو بيتكسر فين؟ هو بيتكسر فين؟ بيتكسر في بعض التشو اللي هي بتاخده على طول، بتعمل له ابتيك. يعني مش بيتكسر في الدم ويفضل ماشي في الدم، لا ده بيدخل على التشو على طول. جاي ماشي يا جماعه؟ كايرو مايكرون وصل ولا ما وصلش؟ كايرو مايكرون بيتكسروا في الدم عمال راس. اسمعوني كده يا جماعه، اسمعوني. دلوقتي ما تنساش الكلمه دي، الابو لايبو بروتين اللي انا قلت يا جماعه في الاتش دي ال كان بيديني اثنين، سي 2 واي. الحركه دي هتحصل في كل اللايبو بروتين. يعني كمان شويه هقول لك الفي ال دي ال هيحصل فيه نفس الكلمتين دول، وارجع اقول لك ايه وظيفه السي 2. وظيفه السي 2 بيكتب حاجه اسمها لايبو بروتين لايبيد، بيكسر الترايك سايد ديسك وهكذا. عدي يا جماعه كانوا مايكرونز، في حد عنده مشكله فيه؟ الاول عايز خلاص يا جماعه، خلاص في ال دي ال فيري لو دنسيتي لايبو بروتين. الفرق يا جماعه بين الكايلو مايكرون وفي ال دي ال ان الكايلو مايكرون كان بيصنع في الانتستين، وكان الفاتي اسيد اللي جواه او الترايك اسيد كوليسترول اللي موجود جواه كان جاي من الدايت، عملت دايجيشن وخدته وحطيته جوه الكايلو مايكرون. انما اللي هتكلم عليه دلوقتي الفي ال دي ال ده بتاع الليفر، الليفر اللي بيصنعه ازاي بقى؟ انا هكتب معادله دلوقتي هتفرق لي ما بين ثلاث حاجات، الفي ال دي ال والاي دي ال والال دي ال. الثلاثه دول لازم اعرف الفرق بينهم قبل ما اتكلم في اي حاجه. على فكره يا جماعه اكتر حاجه الموضوع الكبير هو كان اسمه الكايرو مايكرو اللي جاي كله كانه كاتب فيه انبيهات، يعني هو مش كاتب موضوع. بص لي كده، ده الليفر اهو، اسمع كده الفرق. ده كده مركب اسمه في ال دي ال. الفي ال دي ال بيتكون من ايه؟ جواه برضه تراي اسايل جليسترول، وجواه كوليسترول استر، ومتحوط بثلاث طبقات، طبقه من الكوليسترول، طبقه من الفوسفوليبيد، والطبقه الثالثه بروتين ابو لايبو بروتين. بس كام بقى المره دي؟ المره دي اسمه ابو بي 100. اللي كان موجود في الانتستين كان 48، اللي موجود في الفي ال دي ال كام؟ 100. بيقول لي الليفر بعد ما صنع المركب ده كده ثلاث طبقات اهم، هيحصل ايه؟ قال لي هيبدا ده يخرج من الليفر ويمشي في الدم. ما دام وصل للدم مين اللي دايما وسط الدم؟ اتش دي ال. اتش دي ال معروف وظيفته ايه؟ هيديله ابو سي 2 وابو اي. انا يا جماعه المركب بتاعه
دلوقتي بقى جواه ايه؟ بقى جواه ترايسال جليسرول طبعا نسبته 60%، اللي فات كان 90%، ده 60 ده اقل منه شويه، وكوليسترول اسفل. البروتين اللي موجود، اول حاجه البروتين بتاع اللي كان اتصنع في الليفر اللي هو اسمه ابو بي 100 زائد ابو سي 2 وابو اي. المركب ده اسمه اتغير، ما زال اسمه في ال دي ال. بص لي بقى الفي ال دي ال ده بيتحول الى ال دي ال اهو، بس قبل ما يديني ال دي ال بيديني مركب وسطي اسمه الاي دي ال. بص كده ركز في الكلمه دي، ركز في الكلمه دي. بيقول باختصار شديد الابو سي 2 كانت وظيفته ايه؟ وظيفه الابو سي 2 يركب اللايبو بروتين لايبيز، عشان اللايبو بروتين لايبيز يبدا يكسر التراي اسال جليسترول ده، فالحجم يقل والكثافه تزيد لحد ما اخلص وظيفتي كاسمي سي 2. يحصل ايه؟ يوم الابو سي 2 دوت يسيب من هنا ويرجع لمين؟ واكون مركب اسمه الاي دي ال. بص كده شكل الاي دي ال، هنا كده اسمه ابو بي 100 وهنا كده ابو اي. سبت مين؟ اللي سابني هو السي 2، رجع لمكانه الاصلي، كونت حاجه اسمها الاي دي ال. طب ال دي ال لما الابو اي دوت يسيب ويفضل عندي حاجه اسمها الابو بي 100 بس، يبقى المركب ده اسمه ال دي ال. كان قلته كان عندي في ال دي ال اتصنع جوه الليفر في صوره اسمها النيسنت في ال دي ال، زي ما كان عندي حاجه اسمها النيسنت كايلومايكرو. الحاجه الاساسيه اللي موجوده فيه بي 100، خرج من الدم، خد ال اتش دي ال حاجتين سي 2 واي. السي 2 اشتغل، عمل وظيفه وساب، فكون لي ماده اسمها الاي دي ال. فيها ايه؟ فيها حاجتين الاي وبي 100. بعد شويه الاي ده ساب وفضل عندي ال دي ال اللي هو اسمه الابو، ابو اللي ماسك فيه ابو لايبو بروتين بي 100. خلاص ماشي كده. ده باختصار ده الكلمه اللي انا عايزها، اللي هي مين ابو لايبو بروتين اللي موجود هنا واللي موجود هنا وهنا وهنا. خلي بالك ده اسمه النيسنت، ده اسمه الماتيور او الموديفيكيتد، وده او الموديفايد، وده اسمه ال ال دي ال اللي ماسك معاه ابو اي بعد ما فقدت السي 2، وفي الاخر بيفضل بي 100. بص لي بقى، بدا الكلام يا جماعه على تصنيع الفي ال دي ال. طبعا يا جماعه تصنيع الفي ال دي ال لو جالك في الامتحان كسؤال يبقى هو كده بيخدمك. ليه؟ لان انا ما عنديش تصنيع الفي ال دي ال. هو بيقول لي ان اللي بيصنع الفي ال دي ال الليفر، وبيصنعه من ترايا سال جليسترول وكوليسترول اسفل، بحيث تكون نسبه ترايا سال جليسترول 60% من وزنه. مش حاجه جديده، خدناها في الجدول بتاع المره اللي فاتت، وهما كلمتين مش زي تصنيع الكايلومايكرو، كان في كلام كتير. المهم قال لي بعد ما عملت كده يوم الليفر بيحط فيه ابو لايبو بروتين كام؟ بي 100، وكونت حاجه اسمها النيسنت في ال دي ال. يخرج بعد كده النيسنت في ال دي ال من الليفر على الدم. ما دام وصلت للدم على طول الكلمه اللي احنا عارفينها، ثلاث سطور ورا بعض اتش دي ال يديني ابو سي 2 وابو اي. الابو سي 2 يعمل اكتيفيشن للايبو بروتين لايبيز، موجود فين؟ موجود في الاندوثيليا يعني بتاع الكابيلرز بتاع معظم التيشوز زي القلب وزي السكيتا المصري اللي بوست تيشو. يشتغل لايبو بروتين لايبيز يكسر ترايا سان جليسترول، فيبدا الفي ال دي ال يصغر في الحجم ويزيد في الكثافه، الكلام اللي احنا عملناه في الكارو مايكرو تيبيكال. وبعدين قال لي لحد ما كسر كل ترايا سان جليسترول، ساعتها الفي ال دي ال وظيفه السي 2 اللي ماسك فيه خلصت، فيرجع لمين؟ اتش دي ال، واكون ماده اسمها الاي دي ال. بص كده الاي دي ال اهو ماسك معاه ابو اي والمركب الاساسي بتاعنا اللي هو اسمه بي 100. بس ده امتى يا جماعه؟ بصوا لي كده، هذا الفي ال دي ال اهو كان ماسك معاه بي 100، كان ماسك معاه سي 2، وكان ماسك معاه اي. صغر في الحجم وزاد في الكثافه بقى عامل كده عشان اكون ال دي ال. هي دي الكلمه اللي انا كاتب موضوع الفي ال دي ال عشان خاطرها، عشان تكون لي حاجه اسمها ال دي ال لازم يحصل حاجتين. الاولى بفقد الابو لايبو بروتين اي، يعني اللي فاضل عندي ابو بي 100. بص الثانيه، بص الثانيه، هو طبعا هفقد الاي يروح فين؟ هيرجع الاتش دي ال. ودي الكلمه اللي انا عايزها يا جماعه. ليه بقى؟ ادي الاتش دي ال، اسمع مني عشان الكلمه دي عاوزها كمان ثانيه. ادي الاتش دي ال، طبعا هو خد السي 2 بتاعه اهو، سي 2 رجع الاتش دي ال، وخد الاي كمان دلوقتي. انا لحد دلوقتي ما كونتش ال دي ال، لحد اللحظه دي اللي انا خدت فيها الاي رجعت الاي تاني لمصدره وكونت المركب ده، ده مش ال دي ال عشان يبقى اسمه ال دي ال. انا قلت يا جماعه فرق بين ال دي ال والاتش دي ال، كان ده اسمه باد كوليسترول وده اسمه جود كوليسترول، لازم يحصل حاجه ليها علاقه بالكوليسترول. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اكس تشينج. يعني ايه اكس تشينج؟
المركب اللي اسمه ال دي ان والمركب اسمه الاتش دي ان بيحصل ما بينهم اكس تشينج. باجي على الاي دي ان يا جماعه، الاي دي ان جواه تراي اسايل كوليسترول ده كنت بكسر فيه من شويه، والمركب ده اللي اسمه الاتش دي ان جواه كوليسترول استر. بعمل ايه؟ قال لي بيحصل اكس تشينج، بيبدا الاتش دي ان يبعت الكوليسترول استر لمركب اسمه ال دي ان، والال دي ان يدي الاتش دي ان مكانه التراي اسايل كوليسترول، ده ياخد ده وده يدي ده، بيحصل ما بينهم اكس تشينج. انا ك ال دي ان مليان كوليسترول، كل اللي جوايا كوليسترول، 50% من وسط ال دي ان كوليسترول، فلازم يبني لي كوليسترول. بجيبه منين؟ قال لي بجيبه من الاتش دي ان، الاتش دي ان يديني الكوليسترول اللي موجود جواه، يديه مين؟ للمركب اللي اسمه اي دي ان. عشان الاي دي ان لما ياخد الكوليسترول هيديني ماده اسمها ال دي ان. ما فهمناش ولا حاجه. عشان الاي دي ان يتحول ل ال دي ان محتاج حاجتين، الاولى البروتين والثانيه الكوليسترول. البروتين هيرجع لمصدره، ما هو دكتور كان جواه ابو لايب بروتين ايه، بتكلم على الاي دي ان رجع، ففضل عندي ابو بي مي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ك ال دي ال مليان كوليسترول، الكوليسترول يا جماعه اللي موجود جوه ال دي ال اكتر مركب اكتر لايب بروتين جواه كوليسترول هو ال دي ان. كان يا دكتور 50%، 50% ال اتش دي ال جواه كوليسترول، ده جواه كوليسترول من ضمن تركيبه. يوم يحصل ايه؟ اكس تشينج، ده جواه اتش دي ال وده جواه شويه تراي اسايل كوليسترول، يحصل ما بينهم اكس تشينج، يجي الكوليسترول من هنا يروح للاي دي ال واخر واخد من هنا تراي اسايل كوليسترول اديه من اتش دي ال. ايه اللي حصل لما عملت كده؟ ما عادش عندي هنا تراي اسايل كوليسترول خالص، جه مكانه مين؟ كوليسترول. اهو المركب اللي مليان كوليسترول وجواه ابو رايبو بروتين بي 100 اسمه ال دي ال. حد هيقول يا دكتور طب ما انت قلت من شويه ان انت كسرت التراي اسايل كوليسترول، في جزء ما اتكسرش هاخده اوديه للاتش دي ال. طب دكتور خلاص التراي اسايل كوليسترول كله خلص وما عادش عندي تراي اسايل كوليسترول ولسه في كوليسترول موجود هنا، اعمل ايه؟ قال لي خلاص هو انت مش عندك هنا في طبقه من الفوسفوليبيد؟ اديله فوسفوليبيد وهات لي الكوليسترول اللي فاضل عنده. يعني ايه؟ يعني الاكس تشينج يا جماعه، انا باخد من اتش دي ال كوليسترول في مقابل ان انا ادي الاتش دي ال يا اما تراي اسايل كوليسترول يا اما فوسفوليبيد. مين ما وصلتوش الفكره دي؟ ده اسمه في ال دي ال. معايا بقى عشان نخلص، ده اسمه في ال دي ال. ده في ال دي ال جواه ابو لايبو بروتين اي وسي 2 وابو بي 100. ماشي؟ مشي في الدم، اشتغل السي 2 وبدا يكسر التراي اسايل كوليسترول الموجود فيه، فاداني مركب ما فيهوش السي 2 وما فيهوش تراي اسايل كوليسترول كتير، اسمه الاي دي ال. الاي دي ال هيتحول الى ال دي ال. لازم حاجتين، لازم خطوتين. الاولى بفقد الابو لايبو بروتين اي ويرجع الاتش دي ال تاني، فيكون لي مركب اهو في ابو بي 100، ما زال المركب ده ما اسمهوش ال دي ال. عشان يبقى اسمه ال دي ال لازم املاه كوليسترول، لازم اجيب له كوليسترول. بجيبه له منين؟ ده اللي بيتبرع بكل حاجه يا جماعه، ده اللي بيتبرع بالبروتين وده اللي بيتبرع بالكوليسترول. بس المره دي انا كل مره باخد منه بروتين ومش بدي له حاجه، المره دي لازم يحصل اكس تشينج، باخد منه الكوليسترول وادي له يا تراي اسايل كوليسترول يا فوسفوليبيد. يبقى انا اخدت منه كوليسترول، المكان ده مليان كوليسترول ومعاه ابو لايبو بروتين بي 100، سميت المركب ده ال دي ال. خلاص؟ السؤال، لو جالي اكتر الميتابوليزم وفي ال ال دي ال، احنا كده خلاص خلصنا موضوع اسمه ال في ال دي ال، خلص كده لحد ما كونت ال دي ال بعد ما كونت حاجه اسمها الاي دي ال. لو قال لي الميتابوليزم وفي ال ال دي ال ما ينفعش ابدا له سطرين، اصل هم سطرين اللي مكتوبين في ال ال دي ال، لازم ابدا كلامي من اول ال في ال دي ال. ما انت هتصنعه ازاي؟ صنعته من ال في ال دي ال. بص لي كده بقى، ايه وظيفه الابو بي 100 اللي موجوده هنا؟ هو حد يفكرني كده كانت ايه وظيفه الابو بي 48 اللي كانت موجوده في الكايروماتيك ريفرنس؟ بتعرف عليها كده، الريسبتور الموجوده في الليفر بتعرف عليها. او هنا برضو الوصيله بتاعتي اسمه ابو بي 100، بيتعرف مكان الريسبتور بتاعتي بتتعرف على حاجه اسمها ال دي ال. طب هي ال دي ال ريسبتور موجوده فين؟ موجوده في التيشو، في البريفرال تيشو، مش بس البريفرال تيشو والليفر كمان. في الليفر كمان، يعني في البريفرال تيشو والليفر. احنا قلنا قبل كده يا جماعه ايه الفرق ما بين الاتش دي ال والال دي ال؟ ليه سمينا ده جود كوليسترول وده باد كوليسترول؟ قلنا ال دي ال كان باد كوليسترول عشان بياخد الكوليسترول اللي موجود في الليفر يوديه لكل التيشوز. بص بقى المعلومه دلوقتي ما عنديش دقيقه ازاي؟ فين يا دكتور؟ هو انت خدت الكوليسترول منين؟ من ال
مش خدت الكوستيوم من اتش دي ام، ما خدتوش من الليفر. بس خلي بالك ان هو كان جواه شويه كوليسترول جابهم من الليفر، اصل هو كان اسمه في ال دي ال موجود جوه الليفر. ليه سمينا ال دي ال بس كوليسترول؟ اصل كان بياخد الكوليسترول من الليفر بتاعي ويوديه للبريفر تيشو، ويوديه للبريفر تيشو. يعني هيزوده فين؟ هيزوده في الدم. وانت رايح للبريفر تيشو، البريفر تيشو يا جماعه بتاخد الكوليسترول تعمل بيه ايه؟ صنع بيه الستيرويد هرمون، صنع بيه التستوستيرون والجستيرون، اي حاجه من الستيرويد هرمون، اصنع بيه باير اسيد وبالسولت في الليفر، اصنع بيه فيتامين دي، فيتامين دي كوليسترول 7 دي هيدرو كوليسترول في السنه دي، ده كلام السنه دي. وصلنا ال ال دي ال، وصلنا ال ال دي ال. بقول يا جماعه اخر كلمه بقى، ال ال دي ال بيمسك في ريسبتور يا اما موجوده في الليفر يا اما موجوده في البريفر تيشو. وايه اللي يحصل؟ بص لي كده، هذه الخليه اهي وادي الريسبتور اهو، يمسك هنا يا جماعه ال ال دي ال، وبعد كده يحصل له ايه؟ في اندوسايتوز، يدخل جوه الخليه يبدا يتكسر وتعمل حاجه اللي انت عايزها برضه بلايزوسومال انزايم. خلاص؟ حد يعرف ال ال دي ال اتعرفت الريسبتور اتعرفت عليه ازاي؟ عن طريق الابو لايف بروتين دي. ماشي ماشي. مش على ايه ما كتبوش ميتابوليزم، الحمد لله ما كتبش فيه ازاي حصل، ازاي كسرته، وازاي بنيت ال اتش دي ال، الحمد لله. بس هو كاتب فيه كلمتين، بيقول لي هو ال اتش دي ال الكوليسترول اللي جواه جبته منين او وديته فين؟ يقصد ايه؟ بيقول لي ايه الفيت بتاع الكوليسترول اوف كوليسترول اللي موجود جوه ال اتش دي ال؟ حد يقول لي يا جماعه رقم واحد انتوا عارفينها، ما احنا لسه قايلينها من شويه، قلنا بيحصل اكس تشينج ما بين، بيقول لي الاكس تشينج اللي حصل بين ال اتش دي ال اللي خد تراي اسايل كوليسترول او فوسفوليب وادى كوليسترول لمين؟ الايديال. طبعا الدكتور مش معترف بحاجه اسمها ايديال، مش معترف بحاجه اسمها ايديال، يعني يكاد يكون ما بيكتبش كلمه اسمها اي دي ال في الرسومات اللي هو رسمها. فبيقول لي بيدي الحاجه دي للفي ال دي ال او ال دي ال، لا هو بيديها للاي دي ال، ولما تكتبها تكتبها اي دي ال. خلاص؟ واحول اي دي ال الى حاجه اسمها ال دي ال. بصوا يا جماعه، السؤال لو جالك في الامتحان عايز الميتابوليزم بتاع الفي ال دي ال، لازم اكمل كلام لحد ما اخلص الميتابوليزم بتاع ال دي ال، لحد ما يمسك في الريسبتور ويتكسر. جالك السؤال ال دي ال، ابدا كلام من اول الفي ال دي ال. ما هو السؤالين اللي موجودين يا جماعه، يا اما الكايرو مايكرون يا اما الفي ال دي ال. خلاص؟ الكايرو مايكرون صفحه لوحدها. الفي ال دي ال، سواء قال لك في ال دي ال، قال لك اي دي ال، قال لك ال دي ال، هم الثلاثه هتبدوهم من اول كلمه في الصفحه. اللي هو من اول تصنيع الفي ال دي ال لحد ما تخلص خالص من المرتب اسمه ال دي ال. فاضل لي بس هنا كلمه. الحاجه اللي عملت اكس تشينج، هو الاكس تشينج ده بيحصل لوحده؟ لا، لازم حاجه تعمل له اكس تشينج. ايه بقى الاكس تشينج؟ انا دكتور اسمه بروتين اسمه كوليسترول استر بروتين ترانسفير، كوليسترول استر بروتين ترانسفير او ترانسفير بروتين، مش هتفرق كتير. كوليسترول استر ما هو ده اللي انا بنقله، ترانسفير بنقل، وبروتين هو البروتين الناقل للكوليسترول استر. كلمه ورميه. ال اتش دي ال يا جماعه، اللي انا عايزك تعرفه في كلمه واحده عشان خاطر الجداول اللي جاي، ما قاليش مين الابو لايبو بروتين اللي موجود فيه، بس حد يعرف يقول لي مين الابو لايبو بروتينز اللي موجوده في ال اتش دي ال؟ السي 2 والاي، الاثنين دول ما يهمونيش في حاجه. انا اللي عايزه يا جماعه واحد اسمه ابو لايبو بروتين A1، ده اهم حاجه ما تنساش في ال اتش دي ال، ما تنساش ده في ال اتش دي ال، مش مكتوب عنه اي كلام، بس اهم حاجه ابو لايبو بروتين A1. اسمعني كده، اخر كلمه في ال اتش دي ال، انا عندي طريقين يا جماعه، ده الطريق الاولاني، بصوا الطريق الثاني. بيقول لي بص يا دكتور، ده ال اتش دي ال اهو، ده ال اتش دي ال ماشي في الدم، انا عايز اعمل ايه؟ انا ك اتش دي ال وظيفتي اخد الكوليسترول اللي موجود في الدم، اخد الكوليسترول اللي موجود في الدم واوصل بيه لحد الليفر، واوصل بيه لحد الليفر، عشان كده اسمي جود كوليسترول، عشان الليفر يكسره واتخلص منه. بيقول لي طب انت ماشي في الدم لقيت كوليسترول، هتاخده ازاي؟ قال لي بص، هو مش انا ك اتش دي ال واي مركب تاني كان الكور بتاعي بيتكون من ايه؟ بقى اسال كوليسترول كميته بسيطه قوي، و كوليسترول استر متحوط بطاقه من كوليسترول الاول، وبعد كده فوسفوليبيد، وبعد كده طبعا
سي 2 وطبعا اي وما تنساش مين اهم واحد الاي 1. اسمع كده الكلمه اللي جايه دي، بيقول لي كده الكوليسترول الاستر موجود فين؟ موجود في الكور ولا موجود كطبقه من الطبقات اللي بره؟ الكوليسترول الاستر جوه في الكور. فبيقول لي انا دلوقتي لقيت كوليسترول موجود في الدم اهو، انا ماشي في الدم ولقيت كوليسترول، هعمل ايه؟ قال لي الاتش دي ال بيعمل ايه؟ اسمع كده الكلمه دي، بيقول بياخد الكوليسترول يدخله جواه، بس طول ما هو اسمه كوليسترول هيكون طبقه بره مش هيدخل جوه. فقال لي لا انا مش بعمل كده، هو انت مش قلت لي ان الاتش دي ال مليان بروتين؟ الاتش دي ال يا جماعه بصوا الترتيب اللي جاي ده بقى، اسمع كده الهولين. اول واحد خالص الكايلو مايكرو كان اكتر حاجه موجوده فيه تراي اسال جليسترول بنسبه 90%، 60% تراي اسال جليسترول كانت موجوده في الاي ال دي ال، بعديها على طول 90 60 والاثنين تراي اسال جليسترول. الاتش دي ال والال دي ال الاثنين دول، الال دي ال ده كان الباد كوليسترول مليان كوليسترول، احنا قلنا يا جماعه 90% و60%، بعد ال 60 50%، 50% دي عباره عن تركيز الكوليسترول اللي موجود في الال دي ال، تركيز الكوليسترول اللي موجود في ال دي ال. ال اتش دي ال ايه اكتر حاجه موجوده فيه؟ بروتين، بروتين ابو لايبو بروتينز يعني، هي اكتر حاجه موجوده فيه. تركيزه كام؟ خلصنا 50 40%، 40%. تاني حاجه بعد البروتين في ال اتش دي ال، خلي بالك اتكلم كتير على ال اتش دي ال، الاول حاجه بروتين وبعد البروتين على طول فوسفوليبيد. نسبه الفوسفوليبيد كام؟ قلنا 40 يبقى 30 اهو ماشيه بالترتيب، وبعد كده الكوليسترول نسبته 25 او سوري 35. تاني كده يا جماعه الارقام، بص 90% ده تراي اسال جليسترول بتاع الكايلو مايكرو، 60% برضه تراي اسال جليسترول بتاع البي ال دي ال، 50% ده الكوليسترول بتاع ال دي ال، وبعد كده بقى الاتش دي ال عليه كلام، 40% ده البروتين، 30% ده الفوسفو ليبت، واخر حاجه 25% ده الكوليسترول. شفت الفوسفو ليبت؟ حد يفكرني كده بتركيب الفوسفو ليبت؟ الفوسفو ليبت كان جليسترول وماسك معاه فادي اسيد كربون واحد، فادي اسيد كربون اثنين، زائد فوسفيت او قاعده نيتروجين. بيقول لي عندي انزيم يا جماعه، عندي انزيم اسمه ال كات، اسمه ال كات. يعني ايه ال كات؟ ال كات يا جماعه اختصار لحاجه اسمها ليس فن، والسي يعني كوليسترول، والاي تي يعني اسايل تراسيفيرز. يعني ايه يا جماعه ليس فن كوليسترول اسايل تراسيفيرز؟ مش انت بتقول ان انت لقيت كوليسترول في الدم؟ انا عايز اخزن الكوليسترول ده في صوره كوليسترول استر موجود جوه الكور، مش عايز اخليه كوليسترول موجود بره. فبعمل ايه يا جماعه؟ بعمل اكستشينج، باجي على الليزر اللي هو فوسفوليبت، اخد منه الفاتي اسيد احطه على الكوليسترول بنزيم اسمه الاسايل ترانسفيرز، فسميت الانزيم اللي كات. يعني ايه اللي كات؟ يعني ليسافين كوليسترول اسايل ترانسفيرز، هاخد الاسايل من الليسافين واحطه على الكوليسترول، بحيث الكوليسترول اللي موجود في الدم هيدخل جوه، اجي على الفوسفوليبت دي اخد منها فاتي اسيد احطه على الكوليسترول واكون كوليسترول اسيد. مش مشكله ان الكور يكبر، الكور هيبدا يكبر فالحجم ده يكبر، لكن المشكله لو جيت حطيته في طبقه بره هنا، الطبقه دي مش هينفع انها توسع مش هتكبر. لما ابص على شكل الكايلو مايكرو وشكل الاتش دي ال في 3 دي، الصوره اللي مرسومه عندنا في الكتاب هوريها لكم ان شاء الله، مش هينفع تكبر الطبقه اللي بره، لكن ينفع تطبق الكور اللي موجود جوه، ده لما يكبر حجمه مش مشكله، انما ما ينفعش اطبق او اكبر الطبقه اللي موجوده بره. المهم يا جماعه في انزيم اسمه الالي كات، الالي كات ده بيحصل له اكتيفيشن عن طريق مين؟ تقول لي مين اهم لايبوبروتين موجود في الاتش دي ال؟ هو اي واحد، انا عشان كده بقول لك اي واحد. يبقى يا جماعه في انزيم اسمه الالي كات بيعمل ايه؟ بياخد الكوليسترول اللي موجود في الدم، يديله فاتي اسيد من مركب اسمه الليسيتين، ويكون له حاجه اسمها كوليسترول استر، يرميه جوه الكور. خلاص؟ في مشكله؟ كايلو مايكرو دي ال دي ال، ال دي ال، اي دي ال، و اتش دي ال، الميتابوليزم بتاعهم كلهم الخمسه، اهم واحد فيهم الكايلو مايكرو، الكايلو مايكرو. انا كده يا جماعه خلصت الحصه بتاعتي. بس عشان بس كلمه صغيره كده، مش حاجه جديده.
في سؤال مهم جدا، في سؤال مهم جدا. اسمه الفانكشن، الفانكشن اوف لايبو بروتين. اسمعني بقى، اسمع كده انا هقول ايه، اسمع هقول عشان الدنيا سهله. ايه وظيفه اللايبو بروتين؟ يعني ايه وظيفه الابو ايه والابو بي والابو سي والكلام اللي احنا بنعمله دلوقتي؟ الوظيفه، لو انت ما قلتليش الوظيفه، لو انت ما قلتليش الوظيفه يبقى انت مش قاعد في الحصه. وعشان ما يدخلش في الموضوع دوت، الوظيفه يا جماعه اربع حاجات. بصوا التفاهم، رقم واحد بيقول الابو لايبو بروتين ده بيدخل في تركيب حاجه اسمها لايبو بروتين. ده واحد، ده هو الوظيفه، الابو لايبو بروتين بيخش في تركيب حاجه اسمها لايبو بروتين. ما عرفتكش انا دي رقم واحد. رقم اثنين، لا اسمع اللي جاي دي، اسمع اللي جاي دي. قال لك الابو لايبو بروتين وظيفته ان هو يكون لايبو بروتين، يعني مسؤول عن حاجه اسمها الترانسفير، ترانسفير اوف الليبيد، يعني ترانسبورت اوف الليبيد. اصل الليبيد ما بيدوبش في الميه، فلما احط طبقه من البروتين اكون حاجه اسمها لايبو بروتين، فده يقدر يمشي في الدم. دي الوظيفه رقم اثنين. طبعا دول كلام فاضي، الاثنين دول كلام فاضي. انا عايز 3 و4. اسمع كده 3 و4 بيقول ايه. بيقول ان من ضمن وظائف الابو لايبو بروتين اكتيفيشن، بيكتبوا بعض الانزيمات اوف انزيم اللي هي مسؤوله عن اللايبو بروتين ميتابوليزم. اديني مثال كده. ابو لايبو بروتين قبل ده، قبل ده السي 2 كان بيكتب مين؟ لايبو بروتين. لايبو الاي 1 بيكتب مين؟ حاجه اسمها ال، الاليكات. بلاش دي. بص رقم 4 بيقول لي ريكوجنيشن اوف ذا سيل، ريكوجنيشن اوف السيل بيخلي الخلايا بتاعتي او الريسبتور بتاعتي تتعرف على اللايبو بروتين. زي مين بقى؟ بص بي 48 بس، بي 48 ومعاه اي، الاثنين مع بعض كانوا بيخلوا الكايلو مايكرون او الريسبتور تتعرف على حاجه اسمها الكايلو مايكرون ريمنت. ده رقم 1. رقم 2 كان ابو بي كام؟ 100. بتاع مين؟ بتاع ال دي ال ريسبتور. رقم 3 بقى، دي اللي مش مكتوبه بس انا قلتها، الابو لايبو بروتين اي 1 ده بتاع مين؟ ده بتاع الاتش دي ال ريسبتور. هو مش كاتب الكلام ده، مش كاتب الابو اي 1، بس لازم تعرفوا الابو اي 1 سبيسيفيك، فيري سبيسيفيك الاتش دي ال. ده يا جماعه من البروتينات اللي الاتش دي ال ما بيديهاش لحد، بتاعته هو بس. يبقى بصوا لي كده، بصوا لي الفانكشن مش حاجه، الاثنين دول كلام فاضي ده اتالفوا. اهم حاجه الاثنين دول اللي هم بكتب بعض الانزيمات وانت عرفتهم، وتاني حاجه ريكوجنيشن، ريكوجنيشن اوف ريسبتور.